اليوم بدنا نعمل كيكة التمر والقرفة على طريقة أمي. هاي وصفة عائلية وإحنا عدلنا عليها وطورناها لحتى وصلنا لهاي المقادير. كيكة زاكية كتير وهشة كتير فوق ما تتخيلوا، وطريقتها طريقة تحضير المكونات بتختلف عن الكيك العادي، وزي ما انتو شايفين حجمها XXX large، يعني بتكفي كل العيلة. مين ما بيدوق هاي الكيكة رح نسألكم عن طريقتها. اهلا وسهلا فيكم على قناتي زينة في البيت، اضغط زر الاشتراك لو مش مشتركة ودوسي على كلمة الكل علشان توصلك كل الاشعارات والفيديوهات الجديدة، واضغط اللايك وتفضلي معاي على الفيديو. اول خطوة بهاي الكيكة واهم خطوة اللي هي بتفرقها عن اي كيكة عادية، رح اجيب عندي معجون التمر وهذا وزنه كيلو، بتلاقوه موجود بكل مكان ويمكن يكون باقي عندكم كمان من رمضان. انا بدي اخذ تقريبا 350 جرام، حوالي ثلث الكمية. بتقسموه انتو هيك بالنظر على ثلاثة او بتجيبوا ميزان من النوع اللي انا مستخدميته كتير طري. بدي احطه على النار مع كوبايتين ونص من المي، وهيك بدي احاول اقطعه بايدي واحطه على النار مع المي واضلني احرك فيه حتى يدوب معجون التمر تماما، او استخدم كوبايتين من التمر، يعني بتجيبوا تمر وبتشيلوا منه النواة وبتوزنوا منه كوبايتين وبتستخدموهم بتحطوهم على النار مع نفس مقادير المي حتى يغلي التمر ويدوب تماما. هلأ عندي المكونات الجافة. أول إشي 4 كوبايات من الطحين، زي ما قلت لكم ما شاء الله كميتها منيحة، 4 كوبايات من الطحين، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة من الملح، وبعدين عندي السر بطعمة هاي الكيكة المميزة، عندي 3 معالق كبار مليانين من القرفة المطحونة. ولا تخافوا ما رح يطلع معاكم اشي زيادة ولا رح يطلع الطعم غريب، رح يطلع طعم متوازن مع طعم التمر، حتى الناس اللي ما بتحب طعم التمر حتحب هاي الكيكة. هون عندي بلشت المية تغلي زي ما انتو شايفين، وانا قاعدة بالسباتيولا او ممكن بمعلقة الخشب بتفتفتوا قطع التمر، شايفين لسه قطع التمر موجودة. نوع المعجون اللي استخدمته اليوم كتير طري، بس في انواع ناشفة من معجون التمر او حتى من التمر نفسه بتكون في انواع ناشفة كتير، فانتو لازم تصبروا عليها وشوي شوي على بين ما يدوب معاكم التمر تماما. زي ما قلت لكم هاي اهم خطوة بالكيكة، لازم تاخد وقتها وتصبروا عليها شوي. وهلأ رح افرجيكم كيف شكله لما التمر يدوب تماما، وهذا شكل التمر بالمرحلة الاخيرة. اغلب قطع التمر دابت، ولو في ضل قطع صغيرة عادي انتو هيك بتجيبوها على جنب وبتدوبوها. بنفس الوقت صارت خلطة التمر تقيلة معاي، شفتوا احنا حطينا 2.5 كوباية من المي، بس مع ذلك هيك اندمجت مع التمر ودابت. وزي ما قلت لكم اللي ما عنده معجون التمر بكل بساطة بيقدر يستخدم 2 كوباية من التمر ويكمل بنفس المقادير، برضو رح تطلع معاكم نفس النتيجة، بس اصبروا عليها. هلأ هون عندي معجون التمر تقريبا طفيت عليه وتركته بس دقيقة واحدة، لساته سخن وبيغلي. والسر الثاني بهاي الكيكة اللي رح يعطيها هشاشة فظيعة فظيعة، رح نحط عليها معلقة صغيرة من البيكنج صودا او الكربون او الكربونات اللي هي نفس الاسم، وشوفوا كيف بتصير معاكم هيك تفور. بتحركوها تحريكة بسيطة علشان تتأكدوا انه الكربون توزع بكل خلطة التمر، وبدنا نتركه بس 3-4 دقائق مش اكتر من هيك، يعني احنا بدنا نستخدمه جوا الكيكة وهو دافي وهو حتى مايل للسخونة. هلا رح اقولكم كيف. وبنفس الوقت زي ما انتو شايفين لازم تستخدموا طنجرة اكبر من كمية المكونات علشان ما يفور التمر ويطلع لبرا، هاي نقطة كتير مهمة انا يمكن نسيت احكي لكم اياها. وهلا بدي احط المواد السائلة اللي هي عبارة عن 3 بيضات، 2 كوباية من الزيت، 2 كوباية و3 ارباع من السكر، وممكن تحطوا حتى 2 كوباية، ولا تخافوا رح تطلع حلاوتها معقولة بالنسبة لكمية كل المكونات. وحطيت هيك معلقة مليانة من الفانيلا، وبدي اخفق المكونات كتير منيح. هلا احنا ما بدنا نخفقها زي ما بنخفق الكيكة الاسفنجية وهاي القصص، لا بدنا نخفقها بس تختلط المكونات، بس لانه كمية السكر كبيرة رح ياخد معاكم شوية وقت تيدوب السكر. هلأ في شغلة حابة احكي لكم، فعلا هاي الكيكة عن جد بدها صبر، جتها واو. هلأ عندي خفقت المكونات كتير منيح وداب السكر، حطيت 3 كمية الطحين، يعني الطحين بدي احطه على 3 دفعات. واول اشي خلطت خلط بدون ما اشغل الخفاقة علشان الطحين دايما هيك بيعمل
بيطرطش هيك حوالينا، بيعمل غيمة حوالينا. وبعدين بدي احط بعد ما خفقت الدفعة الاولى رح احط نص كمية معجون التمر والثلث الثاني من الطحين، يعني التمر على دفعتين والطحين على 3 دفعات. هلأ في شغلة كتير مهمة بالنسبة لمعجون التمر. هلأ زي ما انتو شايفين لسه الرغاوي موجودة، ومعجون التمر دافي ومايل على سخونة. لو كان معجون التمر بيغلي رح تعجن معاكم الكيكة، يعني دغري دغري من هو بيغلي على النار حطته رح تعجن. ولو كان كل الرغاوي راحت منه لأنها بتخف يعني وبرد، ما رح يعطيكم نفس النتيجة الهشة لهاي الكيكة. يعني لازم لازم يكون دافي مايل على سخونة، هاي نقطة كتير مهمة. برد مش حيعطيكم نتيجة كتير هشة، وسخن كتير رح تعجن منكم الكيكة. طيب أنا حطيت آخر دفعة ومعاها آخر دفعة من الطحين، ولسه بدنا نضيف إضافات تانية على الكيكة، ما تهربوا لسه لأني عارف في ناس هيك في نقطة معينة من الفيديو ويلا بهربوا. لسه بدنا نضيف عليها جوا الكيكة إضافات، وحتى على وجه الكيكة إضافات. هلأ إنه عندهم أولاد صغار دخلهم معاكم على المطبخ في هاي الأشياء، لأنه كتير بينبسطوا فيها، بيتعلموا هيك يحسبوا ويوزنوا وينخلوا. وكمان الخبز من الأشياء اللي بتعلم الناس الصبر عن جد. أنا هاي معلومة قرأتها يعني في كتاب، إنه الناس اللي ما عندها صبر ما عندها طولة بال بنصحوهم إنهم يتعلموا يخبزوا. شوفوا إحنا كل هالخطوات وكل الأشياء اللي قلنا لازم ندير بالنا، لازم نطول بالنا، حتى لما ندخلها على الفرن لازم نطول بالنا على بين ما تتحمر، مش كل شوي نفتح عليها. والإضافة كمان اللي كتير زاكي عن جد بهاي الكيكة، عندي 3/4 كوباية من الزبيب ونص كوباية من الجوز المجروش، وحطيت عليهم بس معلقة طحين وقلبتهم وخلطتهم جوا الكيكة. وهيك خلصنا. وجبت الصينية اللي بدي احط فيها الكيكة، هاي صينية تيفال مستطيلة، ولازم يكون حجمها كبير لانه ما شاء الله الكيكة كميتها كبيرة. طبعا هاي صواني التيفال الموجودة بكل البيوت عند كل الامهات، بتقعد في البيت 20 و30 سنة وبتطعج وحالتها حالة، ومع ذلك عادي بنستخدمها. بحس انه جودة المنتجات زمان احسن بكثير من هلا. دهنتها بالسمنة ورشيتها بالطحين، وهذا تقريبا احسن اشي للكيكة ما تلزق. وبدي ارش على وجهها جوز مجروش. طبعا هون انا قاعدة باكل هيك بلحس بطراف المعلقة، ما تقولوا لي انكم ما بتعملوا هيك بالبيت، لانه الكيكة وهي نية اسكى ومن هي مخبوزة. خصوصا هاي الكيكة كمان بتشهي بتشهي نكهة القرفة والتمر. برش عليها جوز مجروش، ولا ترشوا زبيب لانه الزبيب على الوجه بينحرق بالفرن. وفي اضافة من عندي برش شوية من الشوفان، ما بعرف انا بحب طعمه وهو محمص، هاي اضافة من عندي. وهي طلعت العروس من الفرن، ويا إلهي لو تشموا الريحة بتجنن بتجنن الريحة، ريحة الجوز والشوفان اللي تحمصوا هيك تحمصوا من الفرن. شوفوا ما شاء الله قديش هشة طلعوا، قديش نفشت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والريحة خطيرة، ريحة القرفة والجوز. قعدت معاي بالفرن حوالي 47 دقيقة على 180. شوفوا ما شاء الله زي ما قلت لكم حجمها عائلي، تبعوا الخطوات زي ما انا عاملها بالضبط عشان تطلع معاكم هشة. هلأ هون الكيكة انا تركتها ترتاح 5 دقايق بس. انا كنت احكي لكم عن الصبر وهاي القصص، بس انا مضطرة لاني انا بصور مضطرة اني اخلصها يعني بسرعة شوي. فالكيكة لسه دافية وبتفتفت شوي معاكم. قطعتها، ودايما لما نيجي نطلع اول قطعة هي اصعب قطعة انها تطلع، فبتفتفت شوي. انا طبعا فتفتت معاي وقعت من ايدي، وحابة هيك يعني كنت حابة هاي اللقطة الأخيرة تكون أرتب من هيك، حتى زي ما انتم شايفين واحد حتى الشاي لما هلا جيت أصبه انكب على الطاولة يعني، فما طلعت كتير تفنيشة الفيديو زي ما أنا بدي. المهم جربوا هاي الكيكة لأنها زاكية كتير وبتشهي، جربوها وادعوا لي. ولا تنسوا اللايك للفيديو، وأشوفكم بفيديوهات تانية جديدة إن شاء الله. في أمان الله.